اليوم شو ينقص وزارة الداخلية؟ ينقصها مثلا عدة عديد؟ لا، ليش ما تقدر تلزم كل المحافظات؟ ممتاز. أولا ما ينقصهم عديد، 800 أكثر من 800 ألف هم موجودين عناصر بوزارة الداخلية. لكن أنت تسأليني قولي لو أنت فرضا قالوا لك قد بقترح على مدن سيربي، من هال 800 ألف أطلع 300 ألف، عرفتي شون؟ هم من ضمنهم ترى الشرطة الاتحادية، أطلع 300 ألف أدخلهم دورات مكثفة منا إلى 6 أشهر بقيافة كاملة بلبس كامل بعيد عن شلون جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز مكافحة الإرهاب ما تعرفين السني من الشيعي بي. زين أدخلهم في هذا الموضوع وأمسكهم المحافظات وينظروا إلى المواطن نظرة واحدة كإنسان وكمواطن عربي. والتداخل السياسي شلون راح نحميهم من التداخل؟ إذا ما بعدنا سياسة عن الأمن والله العظيم نبقى إحنا يعني ندور في 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 زوبة بعدها واحدة. بعدها شوف من وجهة نظرك التمازج السياسي الكل أقول لك يا خلي يسمعني اللي يزعل خلي يزعل، سواء على الجيش او على الشرطه، اذا قاد الفرقه شيعي لازم النائب مالته لازم ما يصير كان كردي. اذا هذه المديريه بالداخليه هاي المديريه عليها شيعي لازم المديريه الاخ سني، وهذه توصل للاقسام وللشعاب وللاقسام وللشعاب. طيب اذا انا اليوم عندي مدير هذا القسم هو لازم يكون من هالطائفه، لكن ما عندي كفو بهالطائفه، ما عندي ما عندهم امكانيه. زين منو خلى هاي القوانين؟ ما والله بريمر روح ارجع على بريمر وخليها. بريمر راح الرجال وانتهى، صار لنا كم تجربه فاشله نحن نتعرض لها. احنا طبقتنا السياسيه مستمتعه بهذا الشيء، مستمتعه وكل واحد ما يتنازل عن حقوقه ابدا.